مرض العصر يسموه، مشاغل العصر ما كان يطرحوا بهذه الكيفية، لكن نتيجة كون أن صعوبة الحياة أصبح فيها الرجل يعمل والزوجة تعمل، فلما يعودون إلى بيتهم تصبح المرأة وكأنها محكوم عليها بالأشغال الشاقة، عمل في النهار في خارج المنزل ثم تعود إلى بيتها، فكأنها ترنو إلى زوجها بأن يكون يتعامل معها بلطف، لا يرهقها لا بشهواته التي تجعل من المرأة معناها متعبة مرهقة في إحضار ما يستوي هذا البعل العظيم. لكن فلا بأس إن كان في الأمر اتفاق وتفاهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عون أهله، لكن هذا ليس في الحقيقة من باب الشرط، لا هذا من باب التوافق، فيتقاسمون المشاق سواء داخل البيت أو خارج البيت. قبل ذلك كانت المرأة في بيتها، ولهذا هي متفرغة لتربية أبنائها التي زهدت فيها هي الآن، وأصبحت موكولة إلى الخدم والحشم، ولهذا الراو الأبناء توا ما عندهمش شكون يربي فيهم بحكم اشتغال الزوجة خارج البيت، فأصبحت الأطفال. لكن ضرورة الحياة تقتضي أن يتعاون الزوجان لا بأس في كل الأشغال، لا في المطعم والمطبخ والمنزل فقط، بل كل ما كان في الإمكان التعاون وتخفيف العبء أحدهما عن الآخر أمر مطلوب ومشروع ومحبب.